الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني ينضم إلينا عبر الهاتف ليسلط الضوء على أبرز هذه المحطات كما تابعها. أستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك، سأبدأ مع حضرتك من حيث الاجتماع المرتبط بتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1500 قرية أو تجمع ريفي على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، أي غاية تقصدها الدولة من امتداد هذه المبادرة لتشمل هذا العدد من القرى؟ بالتأكيد احنا قدام مشهد جديد لفكرة العدالة الاجتماعية بتطبقها مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة في الأساس هي قايمة على فكرة انه توزيع موارد الدولة على كل المواطنين بشكل يضمن لهم جودة الحياة ويضمن لهم انه يعيشوا في واقع جديد يتم تغييره عبر مبادرة زي حياة كريمة تؤسس للعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، وتؤسس ايضا لفكرة انه المجتمع المصري يتغير بشكل أو بآخر في مناطقه التي كانت تحتاج لمزيد من الدعم ومزيد من التركيز، المناطق الريفية والقرى الأكثر فقرا في عدد من السنوات الماضية. أيضا أتصور أن احنا قدام مشهد طموح جدا لتغيير هذا الواقع، لأنه هذه المبادرة تتضمن كثيرا من المشروعات التي تخدم هذه الفئات الغير قادرة، خاصة مع قدوم الشتاء وتقديم بعض المساعدات لهم الخاصة ببناء الأسقف وتوصيل المياه النظيفة وأيضا رعاية الأرامل والمعيلات، سيدات المعيلات. وتقديري أنه جزء كبير جدا من مشروع حياة كريمة موجه للمرأة المصرية الريفية اللي موجودة في الريف واللي ممكن ربما يكون لديها بعض الأزمات الاجتماعية والمعيشية، لأنه المرأة هنا هي اللي بتقود حركة الأسرة بشكل كامل في غياب عائلها الوحيد، وتقدم مبادرة حياة كريمة كثيرا من الخدمات واللي فيها تعاون كبير بيحصل ما بين الدولة وما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. في تقديري هو مشروع مهم جدا ومبادرة جيدة جدا، يعني تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي انه اسس لانه يكون العدالة الاجتماعية موجودة في مصر بهذه الطريقة وبهذا الشكل. أستاذ محمود، ربما الأضواء تكون مسلطة أكبر على المشروعات الكبرى ذات الطابع القومي التي قد تتركز في بعض الأحيان في مشروعات الطرق والإنشاءات البنية التحتية، محطات الكهرباء، مشروعات الطاقة، المشروعات اللي بتتركز في القاهرة أو في أقاليم الحضر. لكن الرئيس السيسي كان له حديث في أحد الافتتاحات عندما قال إن كل شبر في مصر مدت إليه يد التنمية. كيف يمكن تسليط الضوء أو النظر بعين الاعتبار إلى المشروعات التي تتم في دلتا وصعيد مصر تحديدا في التجمعات الريفية فيها؟ بالتأكيد حديث الرئيس عن إنه مصر تمد يدها لكل لمناطق جديدة ربما لم يعني تذهب اليها يد الدوله من قبل، هو امر مرتبط كثيرا برؤيه مصر 2030 ومشروع الطموح والرؤيه التي وضعتها مصر لنفسها خلال العشر سنوات القادمه. ابرزها واهمها هي فكره الامتداد العمراني واقامه مجمعات صناعيه واقامه مناطق خدمات ومستشفيات وبناء مدارس جديده في كل محافظات مصر وفي كل قرى مصر. ربما لدينا ايضا مشروع طموح لتبطين الترع المصريه واللي يعني كان ليه تأثير مهم جدا وفاعل جدا في مسألة الحفاظ على المياه وترشيدها وامتداد مناطق اللي فيها منظومة الري الحديثة في قرى مصر، كلها مشروعات جديدة بتبقى هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري وتغيير هذا الواقع ووضع هذه المسألة في قيد التنفيذ خلال الفترة القادمة. اتصور ان احنا المشروعات التي تقوم بها الدوله الان سواء في القرى او في المحافظات، احنا بنتكلم على تريليونات الجنيهات المصريه التي تصرف الان في مثل هذه المشروعات التي تهدف بالاساس تحسين حياه المواطن المصري وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتهيئه المناخ لبيئه استثماريه جديده بتوفير كل هذه الخدمات في مناطق ربما لم تصل اليها هذه التنميه من قبل من خلال كل المشروعات التي كانت تتم السنوات الماضيه. لاول مره نرى عملا في قرى وفي مناطق جديده تماما، نرى مدن جديده تنشا، نرى محاور اقتصاديه، نرى مشروعات تنمويه ومشروعات استثماريه في مناطق جديده في مصر توفر فرص عمل وتحسن من الخدمات التي تقدم للمواطنين. هي مساله جديده تماما وامر ربما لم يعتده المصريين ولا حتى المستثمرين الاجانب الذين يرون واقعا جديدا الان يحدث في مصر وفي المستقبل ايضا واقع جديد بيحدث في كل المحافظات. لم تعد التنميه الان مركزه في
العاصمة وفي الدلتا، ولكن أيضا نرى تنمية كبيرة تحدث في الصعيد وفي المحافظات الحدودية سواء في شمال سيناء أو جنوب سيناء أو حتى العلمين الجديدة، هناك واقع جديد يحدث في هذه المحافظات الآن. في هذه النقطة تحديدا من حيث انتهيت حضرتك، العلمين الجديدة أو العلمين في غرب الجمهورية، هناك مشروع اطلع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وربما أعطى إشارة البدء لتنفيذه وتشغيله فعليا من العين السخنة وحتى العلمين، القطار السريع الذي سينفذ بخبرات وتكنولوجيات من شركة سيمنز لكن بشراكة مع شركات مصرية مختلفة. كيف يمكن لدولة في ذات الوقت أستاذ محمود أن تقدم ميزانيات ضخمة للغاية في مشروعات من هذا النوع وهي التي انكبت على مشروعات أخرى ذات طابع تنموي أو اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية كما كنت تتحدث حضرتك؟ أتصور أن هذا المشروع تحديدا هو مشروع له بعدين، بعد اقتصادي وبعد استراتيجي أيضا، لأنه أنت لما حينما يصل القطار من عين السخنة وهي على البحر الأحمر إلى العالمين الجديدة وهي على البحر الأبيض المتوسط، فأنت أمام شبكة مواصلات جديدة تحسن من عملية النقل والخدمات، خاصة وأنه هذا الخط فيه بعد اقتصادي لأنه سينقل كثيرا من البضائع والمستخرجات التي تستخرج من هذه المنطقة الغنية بالمناجم، يعني المناجم ومستلزمات الإنتاج سيتم نقلها من هذه المنطقة إلى السفن الموجودة أو المراكب الموجودة في العالمين الجديدة التي تتحول إلى ميناء، تتحول إلى ميناء بعد يعني هذا المشروع إتمامه. فأتصور أنه ده أمر ليه بعد اقتصادي وربح كبير جدا. التمويل الخاص به هو تمويل على مدى طويل تشارك فيه كمان أيضا، ودي مسألة مهمة جدا، بجانب شركة سيمنز شركات وطنية مصرية ستوفر فرصا للعمل وستوفر بيئة جيدة للتنمية، وده أيضا أتصور أنه كمان سينمي الخط، يعني المسار الذي سيتم فيه هذا الخط أيضا معرض للتنمية. ولأول مرة نرى التنمية بشكل عرضي في مصر، كانت التنمية في سنوات سابقة بالشكل أفقي، ولكن الآن التنمية أيضا بشكل عرضي، وده اللي يمكن ألهم الشركات الألمانية والشركات الأوروبية أنها تتعاون مع مصر في مثل هذه المشروعات، لأنه أنت بتقدم شبكة طرق جديدة ليست يعني مرتبطة بمصر فقط، ولكن أيضا مرتبطة بمصالح يعني المنطقة والمحيط الإقليمي لمصر، لأنه أنت هنا بتخدم الدول المحيطة، بتعمل مسار جديد لنقل البضائع ونقل الركاب من هذه المناطق السياحية في مناطق البحر الأحمر إلى مناطق البحر الأبيض بالقطار، وده ربما لأول مرة في القارة نرى مثل هذه شكل الأشكال النقل الذي كنا نراه كثيرا في المدن الأوروبية وفي الغرب، ولكن الآن يعني يمكن ربما يحدث لأول مرة في الشرق في مصر. فأتصور أن احنا أمام يعني خط تنمية استراتيجي جديد سيحمله هذا القطار من المناطق الجغرافية التي سيعبر عليها، وهي كلها مناطق تنموية ومحاور تنمية جديدة تفتح فيها مصر الآفاق وتستغل فيها مساحتها الكبيرة في مد التنمية لهذه المناطق التي لم نرى فيها من قبل مشروعات بمثل هذه الضخامة ومثل هذا الأمر. كمان من المهم جدا نقل الخبرات، وشركة سيمنز الألمانية صحيح تعاودت مع مصر أنها تقدم لها بإضافة إلى عروض الأسعار المهمة والمدة القصيرة في تنفيذ، أيضا تقدم الخبرات، أنه تطلع مصر على الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مثل هذه المشروعات. أستاذ محمود، لافت للغاية أنه في ضوء ما تعانيه اقتصادات دول كبرى حول العالم من حالات الإغلاق وتداعياتها وتأثيراتها المستمرة وعمليات تسريح العمالة والتضحية بآلاف الموظفين في دول مختلفة حول العالم، تأتي بعض هذه الشركات سيمنز نموذجا مثلا لتستثمر في مصر، عجلة التنمية والمشروعات لم تتوقف وربما حتى تزايدت وتيرتها. كيف استطاعت مصر أن تحقق هذه المعادلة أستاذ محمود، والمسألة ليست سهلة أو يسيرة بحال؟ صحيح، وسؤال حضرتك مهم جدا، لأنه هو ده بيدينا مؤشر على أي مدى هناك ثقة في أداء الاقتصاد المصري وهناك ثقة في الإدارة المصرية الحكيمة لمشروعات التنمية، وهناك ثقة في مدى جدوة مثل هذه المشروعات وعائدها الاستثماري على شركات كبيرة زي شركة سيمنز الألمانية، لأنه هي يعني لديها أيضا نفس الأزمة الاقتصادية، هي تعبر بنفس هذه الأزمة الاقتصادية، لكن هي لديها رهان على الاقتصاد المصري ورهان على تنفيذ مثل هذه المشروعات في مصر، الذي ولديها أيضا ثقة في أداء الاقتصاد المصري وفي نجاعة الإجراءات المصرية، فكان لديه كثيرا من المبررات أن يقوم بمثل هذه المشروعات في مثل هذا الظرف
الاقتصادي الحرج الذي يمر به العالم. فبالتأكيد الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن جدا لكثير من الشركات، ومطمئن جدا لكثير من المستثمرين ان يقوموا بمثل هذه المشروعات في مصر، لانه سيكون عائدها يعني بالنسبه لهم مجزي جدا، وفي نفس الوقت سيصلوا فيه الى مخرجات ربما هم ينتظروها، لانه هو هنا بيوطن كمان نفسه في هذه المناطق ويقدم نفسه في مصر التي تستطيع ان تسوق مثل هذه المشروعات في مناطق اخرى وفي دول اخرى مجاوره. فبالتالي هو يكسب كثيرا من العمل في مصر، سواء على المستوى الاقتصادي الداخلي وثقته في قدره مصر على السداد في توقيتاتها المحدده، كما نرى الان في كثير من طرق السداد التي تسدد بها مصر كثيرا من التمويلات التي تحصل عليها. ايضا مساله المشاركه في التنميه والمشاركه في مثل هذه المشروعات الضخمه، هو هنا الشركات الكبرى تسوق لنفسها لدى دول اخرى انها تستطيع ان تنفذ مثل هذه المشروعات الغير مسبوقه في المنطقه، وهذه مساله اتصور انها مهمه جدا، انه مثل هذه المشروعات سيكون هناك عين عليها في كثير من الدول الاخرى. فهنا هنا الشركه شركه تنس تسوق لنفسها بمثل هذه المشروعات. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي منضما الينا عبر الهاتف، اشكرك شكرا جزيلا.